سامي. يعني الشقة مثل ما شايفتيها حلوة صغيرة ومرتبة مثل ما طلب السيد حسام مني بالضبط. ايه رأيك ياسمين؟ نايس حلو. ست ياسمين انت اللي بدك الشقة؟ بقصد انت اللي بدك تسكني فيها؟ لا لا لا، هي ياسمين واخدة الشقة عشان مامتها واختها. مش مامتك واختك كده؟ صح، مامتي واختي. مامتها واختها. طيب لو عجبتكم الشقة باسمي بقى نعمل العقد. يا عم مش مشكلة، اعملوا باسما. المفروض العقد ينعمل باسم الشخص اللي بده يسكن فيها. طب خلص نعمله باسمي. اعمله باسمها. مع انه ما بيصير، بس ست ياسمين غنيه عن التعريف. ها قلتي ايه ياسمين؟ حبيت. يلا بنعمل العقد. امتى رح يسكنوا فيها؟ هقول لك، اعمل العقد بتاريخ اول الشهر. لا 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 لا، اليوم. مليون؟ اليوم. خير ان شاء الله. انت شفته كيف استغرب بس فكر انه انا رح اقعد فيه للبيت؟ وهو ماله اصلا؟ انا مش فاهم. انا ما بعرف يا حسام، ما الناس كلها هيك بتفكر انه ستار بتعيش بقصر ودايما حياتها حلوه وبعيده عن المشاكل. مش عارف المصيبه اللي ملحقتني وبدها تغرقني. والله ياسمين هي مصيبه واحده ملهاش تاني. بعرف جو، بس صدقني رح اخلص منه قريبا. ما انا حسيت بكده لما صممت ان العقد يبقى بتاريخ النهارده. خلص انا باي وقت رح اترك الفيلا. وده بقى هيعتمد على ايه؟ على مصيبة ما غيره. عميله الحلو الى جو. اخ منك يا جو، ربنا يستر. بس ما تخاف علي حسام، انا صرت قوية خاصة بوجودك عن جد. فرح يا فرح، انا جبت الاكل يا فرح. فرح انا هنا يا حسام. انا مش هسألك ده لمين عشان مش عايزك تكتب. انا عمري في حياتي ما كدبت عليك يا فرح. لا كدبت يا حسام. لا ما كدبتش يا فرح، انا خبيت عليكي لكن ما كدبتش. ده الياسمين صح؟ صح، ده بتاع ياسمين. عشان ياسمين هتتطلق من جو، وطبعا جو مش هيسيبها تمشي الا لما يقشطها ويجيبها على الحديده. عشان كده اضطرت انها تديني العلبه دي عشان تلاقي حاجه تبدا بيها. فهمتي؟ ياسمين عندها ثقة براجل غريب عنها، تخبي عنده كل حاجة تملكها، صيغة ومجوهرات، بس عشان ادها الأمان. والغريب إن الراجل ده نفسه بيخبي عن مراته. عارف ليه؟ عشان ما عندوش ثقة فيها. مين قالك إن أنا ما عنديش ثقة فيكي؟ الحكاية مش كده خالص. أمال ما قلتليش ليه؟ عشان ما كنتش هتستوعبي. معرفش ليه انتوا كلكم بتفكروا زي بعض، كلكم بنفس الطريقة. كلنا. ومين كلنا؟ الستات. هو انت مش منهم ولا ايه؟ ليه دايما أي راجل يبقى بيساعد واحدة يبقى لازم يكون في ما بينه وما بينها علاقة، وعلاقة قذرة كمان؟ ما ينفعش يكون بيساعدها لوجه الله كده؟ يا فرحة انت المفروض تكوني عارفة جوزك، وعارفة انه عمره ما تخلى عن حد لجأ له. عاوزاني اتخلى عن البنت دي وهي في محنة زي دي؟ مش انا يا فرح. مش بالضرورة اي راجل يساعد ست يبقى لازم يكون ما بينه وبينها حاجة. انا معاك في ده، بس لما الراجل ده يخبي عن مراته تفاصيل اللي بيحصل ما بينه وبين الست دي يبقى في حاجة. يبقى افتكر يا حسام، أول مرة في حياتك تكذب عليا كانت السبب ياسمين. استني هنا.
انت ليه دايما بتعملي معايا كده؟ ها؟ ليه ما بتخلينيش اكمل كلامي يمكن على الاقل تفهمي؟ تتكلم تقول ايه؟ اقول اللي جوايا، اشرح موقفي. عموما انا كنت متوقع ان هو ده اللي هيحصل، عشان كده اضطريت ان انا اخبي عليكي. ليه؟ عشان انت عمرك ما فهمتيني ولا قريتيني ولا حاولتي تجربي اصلا انك تقريني، مع ان كتاب مفتوح. حسين، دي بقت اهم مني عندك. انت بتكتب عليا علشان خاطرها، تاخدك مني يا حسين. مفيش حد في الدنيا اهم منك عندي، ومفيش حد يجرؤ ولا يقدر انه ياخدني منك. الكلام ده مش حقيقي يا فرح، وان كان حقيقي يبقى انت السبب مش ياسمين، عشان انت المفروض تعرفي جوزك كويس قوي واثقه فيه. انا بساعدها وبس. طب واخرة المساعدة دي ايه؟ قولي يا حسين ايه؟ معرفش، اسألي نفسك. طب لما تديها حاجتها هتخلص المساعدة على كده ولا العلاقة هتتطور أكتر؟ ما تجيبها تعيش معانا هنا في البيت. ما هي خلاص شاركتني في جوزي، ما تشاركني في بيتي كمان. آه يا دي الهم يا ربي، يا دي الهم. هم؟ بقيت أنا هم؟ علشان خاطر مين؟ علشان خاطر الست ياسمين؟ لا مش عشان خاطر الست ياسمين، عشان خاطرك أنتِ، عشان خاطر دماغك اللي عاملة زي دماغ العيال الصغيرة. مش دماغي يا حسام، إحساسي. إحساس الست لما تحس إن في حياة جوزها في ست تانية. واللي بيأكد إحساسي ده هي تصرفاتك، تصرفاتك.